بسم الله الرحمن الرحيم. السيشن دي بإذن الله هنتكلم فيها على طريقة العمل على برنامج الأوبنت عشان نعمل سيميليشن لشبكة كمبيوتر وفيها مجموعة من الرواتر، ونشغل على الرواتر مجموعة مختلفة من الراوتينج بروتوكولز. بداية لو ابتدينا بإن السيناريو مرسوم قدامنا أو الشبكة مرسومة قدامنا، خلينا الأول نعرف إيه هي الـ elements الموجودة قدامنا، ونعرف إيه هي الـ attributes الموجودة على كل elements من الـ elements ديت. أول حاجة الرواتر ديت، دي الرواتر المسؤولة إنها توصل الترافيك ما بين الأجهزة المختلفة من الـ servers للـ client والعكس. الرواتر ديت المفروض بيشتغل عليها routing protocol إحنا اللي بنحدده. بداية إزاي نحدد الراوتنج بروتوكول اللي هيشتغل على الشبكة؟ ببساطة خالص نبدأ نيجي على كلمة بروتوكولز، ونيجي على اي بي، وبعدين نيجي على كلمة راوتنج، ونختار كونفيجر راوتنج بروتوكولز. هيبان قدامنا مجموعة من الراوتنج بروتوكولز زي ريب، اي جي ار بي، او اس بي اف، اي جي ار بي، واي اس اي اس. الشبكة ديت لو اخترنا ان احنا نفعل عليها او نشغل على الرواتر اللي فيها بروتوكول الريب، فهنعلم على ريب بروتوكول ونتكه اوكي. هنلاقي موجود على اللينكس اللي خارجه من الرواتر حرف الار اللي بيانديكيت لي ريب، زي ما هو واضح في الانديكيتورز الموجوده عندنا اهوت في الشاشه. بعد ما نحدد الراوتنج بروتوكول اللي هيشتغل على النتورك، خلونا نحدد مجموعه من البارامترز اللي محتاجها الريب او اللي هيشغل الريب بكفاءه على الشبكه. نعمل رايت كليك على الراوتر، وبعدين نعمل اديت اتريبيوتس. هنلاقي هنا مجموعه من البارامترز الخاصه بالراوتر، مش هيهمنا الا ريبورتس، وريبورت هنا هنلاقي فيه ريب راوتنج تيبل. الباي ديفولت بنلاقي مكتوب قدامها دونت اكسبورت، هنيجي على دونت اكسبورت ونعلم عليها في الخانه ديت، ونختار اديت ونقول له انيبلد، وبعدين نتكه اوكي. طب الاختيار ده هيفيدنا في ايه؟ الاختيار دوت هيخلي البرنامج، هيخلي اوبنت يعمل اكسبورت او يكون الراوتنج تيبل في اخر السيميوليشن، بحيث لو احتاجنا بعد كده نتشيك على الراوتنج تيبل الموجود في الرواتر، يبقى الراوتنج تيبل اوريدي حصل له اكستراكشن او حصل له استخراج في اخر السيميوليشن. ده اول بارامتر. بدل ما نقعد نعمل البارامتر ده او نعمل انيبل على كل الرواتر سيمبلي، نبقى نعلم في الاول على كل الرواتر وبعدين نتك على ابلاي تو سيلكتد اوبجكتس. ازاي نعلم الاول على كل الرواتر؟ نعمل رايت كليك على الراوتر ونقول له سيلكت سيميلر نودز، هنلاقي كل الرواتر بقت سيلكتد عليها دايره كده، وبعدين رايت كليك على اي واحد فيهم واعمل اديت اتريبيوتس، واجي على الاتريبيوت اللي انا عايز اعمل اديتنج فيه اللي هو ريب راوتنج تيبل، وبعد ما اعمل انيبل له اعلم على ابلاي تو سيلكتد اوبجكتس واتك اوكي. كده بينفذ الاوبشن اللي انا عملته على كل الراوترز. ادي اول اوبشن عملناه. الجزء الثاني اللي في الاليمنتس الموجوده في الرسمه اللي قدامنا، الجزء بتاع الابلكيشن والبروفايلز. نبدا بالابلكيشن. الابلكيشن هي الموديل او الايكون المسؤول على تحديد ايه هي البرامج اللي هتشتغل على اجهزه السيرفرز الموجوده في النتورك. خلينا نشوف لما نعمل رايت كليك على ابلكيشن اقول لي اديت اتريبيوتس، هنلاقي ان هو جزء اسمه ابلكيشن ديفينيشن. في الابلكيشن ديفينيشن اول حاجه خالص مكتوب خمسه، خمسه معناها ان انا عندي خمسه ابلكيشنز موجودين هنا. لو كنت عايز اضيف واحد كمان هتك هنا هو بدل خمسه تبقى سته، واعمل احدد ايه هي الابلكيشن اللي هشغلها على النتورك. على سبيل المثال عندنا في ابلكيشن اف تي بي، وعندنا اتش تي بي، وعندنا فيديو وفويب وايميل. تعال نجرب في الاف تي بي او نشوف الاوبشنز اللي فيه. اعلم على اف تي بي هلاقي الاسم بتاع الابلكيشن اسمه اف تي بي ابلكيشن. طب ايه هي الصفات بتاعه الاف تي بي ابلكيشن اللي هتشتغل في النتورك؟ هعلم على ديسكريبشن، هنلاقي فيه مجموعه من الابلكيشنز موجوده عندي هنا كلها اوف ما عدا الاف تي بي، ان انا لسه بحدد الاف تي بي ابلكيشن. فعلم من هوت واقول له اديت، او سيمبلي اختار نوع الترافيك او مدى اللود اللي هيكون موجود على الاف تي بي سيرفر. سيمبلي انا ممكن اختار هاي لود، او لو عايز احدد اكتر بدل لما اختار حاجه ضامي كده اقول له اديت، هلاقي في ويندو فيها الكاركترستكس بتاعه الاف تي بي ترافيك. يعني في مثالنا دوت احنا عندنا الملف الموجود على جهاز الاف تي بي سيرفر حجمه 50000 بايت،
يعني 50 كيلو بايت، والله عايز زود الحجم بتاعه، هتعلم من هوت وتكتب edit او تك edit وتختار الحجم بتاع الملف الموجود على ال FTP سيرفر. تمام؟ اوكي، بعد ما تعلم عليها او سيمبلي تختار على طول حجم اللود هو لو او ميديوم او هاي، تك بعديها اوكي. نفس اللي عملناه في ال FTP ممكن نعمله على الفيديو سيرفر او نعمله على ال HTTP، يعني سيمبلي اعلم على ال HTTP application، هلاقي النيم ديسكريبشن، ممكن تعلم على رايت كليك على الجزء اللي قدام ال HTTP وتختار انت والله عايزه هيفي براوسنج، عايزه لايت براوسنج زي هنا، عايزه ايمج براوسنج، نوع البراوسنج ايه، عايز يبقى فيه ترافيك عالي او فيه ملفات احجام كبيره على ال HTTP سيرفر او الويب سيرفر، هنختار هيفي براوسنج او نعمل اديت ونحدد صفات يعني دقيقه اكتر على ال FTP، وما يقال على الابلكيشن بتاع ال FTP وال HTTP تقال على الفيديو وعلى الويب وعلى الايميل. يبقى بصفه عامه الابلكيشن اتريبيوتس هن هوت بيتحدد بيها صفات الابلكيشنز اللي هتشتغل على الاجهزه الموجوده في النتورك. طيب دلوقتي الكلاينتس هتطلب ال FTP سيرفر امتى؟ بمعدل قد ايه؟ هل في اول السيموليشن الاف تي بي كلاينت هيطلب من الاف تي بي سيرفر اللي موجود في الناحيه الثانيه انه يبعت الملف اللي عنده هنا، ولا هيقعد يطلب على طول لغايه لما السيموليشن يخلص؟ علشان احدد مدى استخدام الابلكيشن يبقى هعدد فيه البروفايل. يبقى معنى كده لو عملت ان هو تراي كليك على البروفايل هلاقي مجموعه عندي من البروفايلز بنفس عدد الابلكيشنز، يعني عندي اف تي بروفايل اللي هو المفروض مسؤول عن ازاي هنتعامل مع الاف تي بي ابلكيشن، ازاي الكلاينت هنعمل اف تي ابلكيشن، فويب بروفايل وفيديو واتش تي بي وايميل. خلينا نشوف مثال الاف تي بي بروفايل. مثلا هنا هنلاقي ان والله الكلاينت هيستارت انه يطلب سيرفيس من اف تي بي سيرفر في وقت يونيفورم من 100 ثانيه ل 110 ثانيه. تمام؟ وهيقعد يطلب لغايه لما السيميوليشن ينتهي، يعني اول ما يخلص ال 50 كيلو اللي هياخدهم من السيرفر هيطلب تاني، لما يخلص هيطلب تالت وهكذا، عشان نضمن ان في ترافيك من اول ما السيميوليشن يشتغل او من اول ما البروفايل يشتغل لغايه اخر السيميوليشن اللي هو مثلا ممكن يكون 10 دقائق. ما يقال على الاف تي بي بروفايل يقال على اي نوع من انواع البروفايلز اللي عندنا. يبقى كده عرفنا الابلكيشن بنعمل بيها ايه والبروفايل بنعمل بيها ايه، وجينا هنا حددنا الراوتنج بروتوكول على الراوترز، وحددنا هي اكسبورت الراوتنج تيبل في نهايه السيميوليشن ولا لا. بعد كده نتكلم على الاليمنتس الباقيه اللي هي اجهزه الكمبيوتر سواء السيرفرز او الكلاينت. نبدا بالسيرفر. هنلاقي عندنا هنا في اف تي بي سيرفر. اف تي بي سيرفر لو شفنا الاتريبيوتس بتاعته هنلاقي هنا ابلكيشنز، هي دي اللي تهمني. يا ترى الجهاز دوت بيقدم انهي خدمه؟ شغال عليه انهي ابلكيشن؟ هنلاقي ان هوت السيرفيس الانيبلد عليه لو جينا ان هوت وعملنا اديت هتلاقي مكتوب ان هوت اف تي بي ابلكيشن. يبقى كده عرفنا ان الجهاز ده شغال عليه الاف تي بي ابلكيشن لان هو اف تي بي سيرفر. لو احنا عايزين نغير الجهاز دوت يعني بحيث مثلا يبقى اتش تي بي، ببساطه هتيجي ان هوت وتختار نوع الابلكيشن اللي انت حددتها في الابلكيشنز، يبقى الجهاز دوت هو اتش تي بي سيرفر او الفويب سيرفر او الفيديو سيرفر وهكذا. يبقى من الـ من الـ من الخانه ديت بنحدد نوع الابلكيشن الموجوده على السيرفر. اما الكلاينت هتلاقي انك بتحدد عليه البروفايل مش السيرفيس، يعني السيرفر بتحدد السيرفيس اللي عليه، اما الكلاينت بتبقى نون للسيرفيس والبروفايل هو اللي تختار البروفايل اللي انت حددته في الايكون بتاعت البروفايل. خلينا نشوف، نيجي هنا على اف تي بي كلاينت، لو عملت رايت كليك هنا وعملت ايديت اتريبيوت وجيت على جزء الابلكيشنز هتلاقي السيرفيس نون لانه ما هو السيرفر، وهتلاقي البروفايل هي اللي قدامها مش نون. طب ايه اللي قدامها؟ اعمل رايت كليك واديت هتلاقي مكتوب ان هو ان البروفايل دوت اللي متفعل على الماشين دي اف تي بي بروفايل، لان الجهاز ده هو الكلاينت بتاع الاف تي بي سيرفر، فهو اللي بيطلب من السيرفر الملف اللي هو حجمه 50 كيلو مثلا انه ينزل او يحصل داونلود من على السيرفر على الكلاينت. يبقى احنا كده حددنا
ايه هي الصفات او ايه هي الاتريبيوتس المهمه اللي هنحطها على السيرفرز وعلى الكلاينت. خلينا مثلا نشوف مثال تاني على الاتش تي بي سيرفر. ادي الاتش تي بي سيرفر، لو جينا عملنا ان هو تراي كليك عليه وعملنا اديت اتريبيوت، هنلاقي هنا ابلكيشنز والسبورت سيرفيس، نتوقع ان هي اتش تي بي. لو عملنا اديت هنلاقي فعلا اتش تي بي ابلكيشن. اما لو جينا على الكلاينت، ادي الاتش تي بي كلاينت، وعملنا رايت كليك وبعدين اديت اتريبيوتس، هنلاقي ان هو الابلكيشن السيرفيس بقت نان، والبروفايل هو البروفايل بتاع الاتش تي بي، ادي اتش تي بي بروفايل. يبقى احنا كده حددنا المين اتريبيوتس في الرواتر والسويتشات وفي الابلكيشن ايكون وفي البروفايل. ملوش اي استخدام عندنا الكيو موديل، لان احنا بنشتغل ديفولت كيو موديل، ديفولت كيو موديل اللي هو فيرست انبوت فيرست اوتبوت. النقطة الجاية بعد كده احنا عايزين نحدد ايه هي البارامترز اللي السيميوليتور هيطلعها لنا، يعني احنا هنقيس ايه بالظبط عشان نحدد الاوب نت هيقيس لنا ايه، هيخرج ايه لما يعمل سيميوليشن. نعمل رايت كليك في اي جزء فاضي في السكين قدامنا ونيجي على كلمه تشوز individual statistic. في عندنا مجموعه من الاحصائيات او الريزلتس اللي ممكن تطلع لنا لما السيميوليشن ينتهي او يخلص الرننج بتاعه. بدايه في جلوبال statistics دي بتحدد، يعني تبقى قيم عامة على السيميوليشن كلها، ما هياش خاصة بإليمنت معين براوتر معين، لا ده خاصة بكل الإليمنتس. وفي شوية قيم أو مجموعة قيم اسمها نود أو اللينك. خلينا نعدي كده على واحدة واحدة وناخد أهم الإليمنتس أو أهم الريزلتس اللي ممكن نخرجها من السيميوليتور. بداية إحنا في مثالنا هنا عايزين نطلع مجموعة نتائج خاصة بالرب، فهنلاقي هنا في رب. الأجزاء اللي ممكن أطلعها من هنا النتورك كونفرجنس ديوريشن والترافيك ريسيفد والترافيك سنت. معنى الكلام ده إيه؟ إن لما أجي أعلم على نتورك كونفرجنس ديوريشن ده هيطلع لي الوقت اللي هتاخده كل الرواتر عشان توصل لحالة الكونفرجنس، وحالة الكونفرجنس معناها ان الراوتنج تيبل يكون كامل كله ومفيش فيه اي تغييرات، يعني بيكون بيرفلكت او بيعكس حالة الشبكة كلها. اما لو اتكينا على ترافيك ريسيفد فهتلاقي مجموع الترافيك المستقبل من كل الاليمنتس الخاص بالريب هي اللي خارجه من الاليمنت بتاع الترافيك ريسيفد، وبالمس الترافيك سنت هتلاقي الخارج بتاعها مجموع الترافيك الخاص بالريب. خلي بالنا مش من راوتر معين، لا ده من كل الرواتر، علشان كده القيم ديت موجوده تحت جلوبال ستاتستكس مش نود ولا لينك. نفس الموضوع لو انا عايز دلوقتي اطلع معلومات خاصه عن الاف تي بي بصفه عامه مش على جهاز معين، على كل الاف تي بي سيرفيسز اللي موجوده في الشبكه، فهعلم عليها مثلا هلاقي ان في مجموعه اختيارات خرجت منها، منها الداونلود ريسبونس تايم. لو علمت عليها هيجيب لي الوقت بتاع الداونلود الخاص بكل الاف تي بي سيرفيس، يعني متوسط الوقت بتاع كل الداونلود على كل الاف تي بي سيرفرز الموجوده في النتورك. ولو علمنا مثلا على ترافيك ريسيفد اللي هي بالبايت بير سكند هيجيب لي معدل استقبال الملفات او الداتا الخاصه بالاف تي بي ووحدتها بالبايت بير سكند، وكذلك لو انت حبيت تطلعها بالباكت او لو تطلع السند ترافيك بالبايت بير سكند. طب لو احنا عايزين نطلع معلومات عن كل راوتر مش على كل الرواتر او متوسط كل الرواتر، يبقى مش هيفيدنا هنا الجلوبال ستاتستكس، هيفيدنا هنا النود ستاتستكس. لو علمت عليها هلاقي تقريبا نفس القيم الموجوده فوق في الجلوبال معظمها موجود في النود، بس النود بتتكلم على كل راوتر او كل اليمنت على حده. على سبيل المثال هلاقي هنا في ريب، لو اتكيت على ريب هلاقي في راوتر كونفرجن ديوريشن هي اللي كانت موجوده هناك في الجلوبال، بس لما اعلم عليها ان هوت هيطلع لي القيمه دي مش المتوسط على مستوى كل الرواتر زي الجلوبال، لا هتطلع لي على كل راوتر، يبقى اقدر اعرف كل راوتر قعد وقت قد ايه عشان يوصل لحاله الكونفرجنس، واقدر اعرف كل راوتر استقبل او بعت باكيتس او بيتس قد ايه علشان يعمل كومبليت للراوتنج تيبل اللي عنده او يعمل ابديت للراوتنج تيبل.
يبقى الفرق ما بين القيم الموجودة هنا في النود واللي زيها الموجودة هناك في الجلوبال، ان هنا بتطلع النتائج على مستوى كل element سواء كان راوتر او سويتش او جهاز كمبيوتر سيرفر او كلاينت. يبقى قالنا اخر جزء اللي هو الخاص باللينك، ولو علمنا على بوينت تو بوينت هيطلع مجموعة الاحصائيات دي الخاصة بكل لينك. لينك يعني كابل ما بين جهازين، فلو علمت مثلا على الثروبوت هيطلع لي السرعه بتاعت الديتا على الكابل ده، لو طلعت مثلا اليوتيلايزيشن مدى استخدام السرعه القصوى اللي هي مسموح بيها في الكابل دوت، لو طلعت كيوينج ديلي الوقت اللي بتاخده البتس عشان تطلع من كارت الشبكه على الكابل على طول، بيسموها كيوينج ديلي، سواء اللي خارج من الديفايس او اللي داخل للديفايس في الاتجاهين بتوع اللينكس. كده يبقى احنا عرفنا ازاي نحدد الريزلتس اللي انا عايز السيميوليتور يطلعها لي. طيب بعد كده نعمل راننج للسيميوليتور. ازاي نعمل راننج للسيميوليتور بتاعنا او السيميوليشن اللي احنا بنيناه دوت او التوبولوجي ديت؟ هنيجي هوت على الايكون اللي فوق اللي مكتوب قدامها كونفيجر اند ران ايفنت سيميوليشن ونعلم عليها. بس قبل ما نعمل ران خلينا نبص كده على اهم الحاجات الموجوده في الشاشه دي او في الويندو ديت. اولا كلمه ديوريشن، ديوريشن هنا بيتكتب فيها الوقت اللي احنا عايزين السيميوليشن دوت يشتغل او يعمل سيميوليت للنتورك في خلاله. ما ينفعش نكبره بصوره كبيره علشان ما ياخدش وقت كبير في السيميوليشن، وكمان علشان النسخه الموجوده معانا مش بتسبورت وقت كبير ولا بتسبورت عدد كبير من الايفنتس او الاحداث اللي بتحصل في السيميوليشن، فخلينا نقول 10 دقائق او 15 دقيقه ماكسيموم. نتكلم بعد كده على الجلوبال اتريبيوتس الموجوده قدامنا، هيهمنا منها بس جزء اسمه سيميوليشن افشنسي. سيميوليشن افشنسي، في السيميوليشن افشنسي هنا هلاقي مجموعه من القيم واللي قدامها كلمه انيبل او ديسيبلد. اللي يهمني ان لما اجي اعمل راننج للسيميوليشن اختار ديسيبل للجزء بتاع السيميوليشن افشنسي. طب معناه ايه؟ معناه ايه الريب سيميوليشن افشنسي انيبل؟ لو عملناه انيبل هتلاقي ان لما نعمل سيميوليشن اول ما الراوتر يبني راوتنج تيبل هيبطل يعمل ابديتس، يعني هيبطل يبعت باكيتس لجيرانه عشان يعمل ابديتس، يعني هيبقى في ترافيك في اول شغل الشبكه وبعد كده مفيش ترافيك ده لو احنا عملنا انيبل، وده مش طبيعي. اللي المفروض يحصل ان الراوترز تفضل تبعت ابديتس لغايه لما السيميوليشن ينتهي خالص، ما تقتصرش على بدايه او تكوين الراوتنج تيبل في بدايه تشغيل السيميوليتور بس. علشان كده ريكومندد اجي هنا على ريب سيميوليشن افشنسي وبدل ما هي انيبل اعملها ديسيبل، هتقف هيقف لغايه امتى؟ اختار رقم كبير لغايه لما السيميوليتور ينتهي، يعني مثلا لو عملت 10,000 ثانيه اكيد الوقت دوت هيبقى اكبر من الرننج بتاع السيميوليشن تايم اللي هو عندنا 10 دقائق. كده يبقى انا خلصت التحديد بتاع الوقت والبارامتر اللي اتفقنا عليه بتاع السيميوليشن افشنسي. الخطوه اللي بعديها ان انا اعمل راننج للسيميوليشن. اجي هنا واتكه ران، يبدا يعمل سيميوليت للنتورك اللي احنا حددناها ويطلع القيم اللي احنا علمنا عليها في الاستاتستكس. النسخة الموجودة معانا آخرها 50,000 ايفنتس، يعني لو عدد الأحداث اللي عدت على الشبكة دي أكتر من 50,000 هيقف عند 50,000 ايفنتس في خلال مدة السيميوليشن كلها، يعني ممكن ينتهي السيميوليشن قبل ما العشر دقايق اللي احنا كنا محددينها في السيميوليشن تايم تيجي أصلا في وقت السيميوليتور. خلص السيميوليشن، نتك اوكي ونتك كلوز. عايزين نشوف النتائج اللي احنا كنا حددناها قبل ما نشغل السيميوليتور. ممكن نعمل من هوت رايت كليك ونيجي على فيو ريزلتس، هلاقي هنا اسم بروجكت
واسم السيناريو اللي انا كنت عامله اللي اسمه ريب سمول، سمول لان عدد الرواتر هنا قليل اللي هو 9 رواتر في الشبكه. احنا محتاجين نعرف ايه؟ والله انا عايز اعرف الجزء الخاص بالريب، انا محتاج اعرف الترافيك ريسيفد قد ايه. اتعلم على الترافيك ريسيفد، هتلاقي هنا العدد بتاع او الريت بتاع استقبال البيتس الخاصه بالريب. حتى هتلاحظ ان هو بيجي عن 30 ثانيه يبقى في بيك، 30 ثانيه في بيك وهكذا. ده لان الريب بيعمل ابديت او بيبعت بيريوديك ابديت للراوتنج تيبل بتاعه لجيرانه كل 30 ثانيه. لو جينا مثلا نختار داتا خاصة بلينك او بنود معينة، مثلا نختار اوبجكت، هنا بقى بتكلم على نود معينة، اوكي، ونختار مثلا الراوتر رقم 0. الراوتر رقم 0 لو علمت عليه هلاقي فيه اي بي انترفيس كنا علمت عليها قبل كده، وحاجة اسمها في كيوينج ديلي. ده الكيوينج ديلي على انترفيس معين اللي هو الانترفيس 10 دوت، لو علمت عليه هيطلع لي ان هو البوينتس بتاعت او القيم بتاعت الكيوينج ديلي. دي قيم ديسكريت، لو حابب توصل بينها وتاخد الافريج بدل لما يكون هنا متعلم على از از تعلم على افريج، فتلاقي ده متوسط القيمه بتاعت الكيوينج ديلي الموجود على الراوتر ار 0 تحديدا على الانترفيس اللي اسمها اي اف 10 او انترفيس 10. نفس القصه، خلينا نشوف مثلا بارامتر خاص باجهزه الكمبيوتر، مش لازم يكون خاص بالرواتر، مثلا اتش تي بي سيرفر نعلم عليه هنا مثلا ونختار السيرفر اللي اسمه اتش تي بي، وعايز اعرف الترافيك اللي استقبله السيرفر ده قد ايه. علم هنا تلاقي ده الرسمه بتاعت الترافيك ريسيفد على السيرفر. لا والله انا عايز رسمه كمان بتاعت السند، علم على السند هتلاقي في مكتوب او في رسمه جديده بتاعت السند ترافيك على السيرفر دوت. اوكي، طب انا مش عايز الاثنين يكونوا سيبريتد كده، عايزهم الاثنين يكونوا في رسمه واحده عشان يتحدد لي انهي اكبر من انهي. بدل لما يكون ستاكت ستاتستكس نعلم على اوفرلايد ستاتستكس، هتلاقيهم الاثنين بقوا موجودين في رسمه واحده. اوكي، طبعا في قيم كبيره قوي وقيم صغيره جدا فما هياش واضحه، تمام. ولو عايز الشكل يكون اوضح شويه نتك شو عشان يبقى سيبريتد فيكون في ويندو لوحدها، وممكن اخد كوبي بيست من الويندو ديت من الويندوز عادي ببرنت سكرين واحطها في برنامج المايكروسوفت بينت او برنت براش واعدل فيها او اقص الحاجات اللي حواليها واصغر الحجم بتاعها. ده بخصوص الستاتستكس اللي تخرج من عندنا او اللي خرجت عندنا من السيميليتور. احنا هنا اتكلمنا على سيناريو واحد بس اللي هو سيناريو الريب. طب لو انا عايز نفس الشبكه ديت اعمل لها راننج تاني، بس بدل لما يكون عليها راوتنج بروتوكول اللي هو الخاص بالريب يكون عليها اي جي ار بي او اس بي اف. بدل لما ارسم الشبكه كلها انا ممكن اجي ان هو في سيناريو واعلم على دوبليكيت سيناريو. دوبليكيت سيناريو هياخد الشكل ده كله على بعضه كده ويحطه في سيناريو جديد وتغير اسمه باي اسم تاني وتعمل تعديل في الكونفيجريشن اللي انت عايزها بس. وطبعا ديت حاجه بتسهل علينا جدا في ان احنا نجرب اكتر من بارامتر او اكتر من سيناريو على نفس النتورك. خلونا نجرب، لو اتكيت على دوبليكيت سيناريو ونكتب مثلا بدل ريب بيبقى OSPF test. OSPF test ده اسم السيناريو بتاعنا، فنلاقي في سيناريو جديد اسمه فوق OSPF test. كل القيم اللي اخترناها موجودة زي ما هي عشان نتأكد. لو شفت هنا القيم اللي انت كنت مختارها بتاعة النتائج هتلاقي هي نفس القيم اللي كنت معلم عليها في السيناريو الأولاني، تمام؟ ف يعني بيسهل علينا كتير ان احنا نجرب اكتر من بروتوكول على نفس النتورك. بس احنا عايزين نغير بارامتر معين اللي هو البارامتر الخاص بالراوتنج بروتوكول، بدل ما كان شغال ريب عايزين يشغل او اس بي اف. فهاجي ان هو على بروتوكول واي بي وبعدين راوتنج وبعدين كونفيجر راوتنج بروتوكولز، وبدل لما كان موجود ريب شيل الريب واختار مكانه او اس بي اف والتكه اوكي. هتلاقي بقى موجود حرف الاو على كل اللينكس اللي خارجه من الرواتر. حرف الاو هنا بيانديكيت لي الاو اس بي اف الانديكيتور الموجود اسفل يمين الشاشه.
اوكي كده نيجي فضل على الجزء بتاع الرننج ونتك اوكي ونقول له اتفضل اعمل رن للنتورك ديت. بس خلينا زي ما عملنا في الباب نعمل في الاوس بي اف، نيجي على الاوس بي اف ان هوت ونقول له سوري في الجزء بتاع السيميوليشن افشنسي، ونقول له على الاوس بي اف ان هوت خلي لي السيميوليشن افشنسي ديسيبلد علشان ما يوقفش الابديت بتاع الاوس بي اف اول ما الراوتنج بروتوكول يكمل. ادي اوس بي اف اهيت، ونخليها ديسيبل، ونخلي الوقت هنا كبير يكون اكبر من السيميوليشن تايم مثلا 10000، ونتك ابلاي او نتك رن على طول. طب احنا عايزين نشوف النتائج بتاعت الاثنين سيناريو ونقارنهم ببعض، ساعتها نعمل ايه؟ لما نيجي نعمل ان هوت فيو ذا ريزلتس، بدل لما كنت مختار كرنت سيناريو اختار كرنت بروجكت، هتلاقي البروجكت كل البروجكت يظهر بكل السيناريوهات اللي تحتيه، يعني السيناريو بتاع ريب سمول مثلا والسيناريو بتاع اوس بي اف سمول، فانت عندك تو سيناريوز. انا عايز اشوف رسمه واحده بس بتوضح الاثنين، فريب سمول واوس بي اف سمول اللي انت علمت عليهم، هتيجي نوت على جلوبال ستاتستكس وتختار مثلا الجزء بتاع الريب وتتك على ترافيك ريسيفد، وتيجي عند الاوس بي اف وتتك على توتال بروتوكول ترافيك ريسيفد. هنا سند بس مفيش ريسيف، ما كناش معلمين عليه في الاختيارات. فكده ادي المقارنه ما بين الترافيك الترافيك سند في الاوس بي اف والترافيك ريسيفد في الريب بروتوكول، وممكن برضو اقسمهم الاثنين مع بعض واتك اوفرليد بالمنظر دوت. اوكي يبقى كده عرفنا ازاي نطلع اكتر من ريزلتس من اكتر من سيناريو على نفس السكرين او على نفس الشاشه بتاعتنا. ممكن تتك شو عشان تشوفه بصوره اوضح شويه وتعمل اكسبورت للديتا ديت، ممكن تطلعها في اكسل شيت ولا حاجه لو عايز تعمل اناليسيس فرفر عليه. بكده يبقى عرفنا ازاي نبني او نبني نتورك ونحدد فيها مجموعه بارامترز ونرن السيميليتور ونطلع ريزلتس منها. اتمنى يكون الشرح مفيد لحضراتكم وتكونوا استفدتوا منه. متشكر جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.